كسبان حولتك من السرير. يلا بقى يا كبير، يلا بقى، يلا صح صح كده قوي. يلا عشان كده صح النهارده مود يا باشا. ست ام منى جوزها رمى عليها من الطلاق من 3 ايام وعليتها كرب وتصعب على الكافر، ويعني النبي وصى على 7 جار، قلت اهو ابقى جنبيها يعني اليومين دول كده اساعدها حتى في لقمه العيال. اهو يا باشا هي اللي اعترفت قدامك، اشهد يا حكومه الوليه سايبه جوزها حبيبها وراح تاكل عيال الجيران، اشهد يا حكومه. ما توطي صوتك يا بني ادم، ايه اللي افتري ده يا ابني؟ انت ايه؟ تبطل على النعمه؟ مال الفول بالقطه؟ ها؟ مش تعملي كويس؟ تعملي كويس يا بنت؟ واه والله يا باشا. عيب عليك يا باشا، ده انا اللي معلماه. ايه رايك؟ ما ترد؟ اللي تشوفه سعادتك. عندك عيال؟ ايوه يا باشا. خاف ربنا فيها. عايز تقعدي عند ام منى كام يوم يا بنتي؟ ده هما يا باشا والله قد ساعه ساعتين في اليوم والله يا باشا. يومين ده لو انت عايزه تسامحيه. ربنا وسع 7 جار. كان جوزك اهم عبيطه. خلصنا بقى من المواضيع دي؟ تمام يا فندم. قدر الله ما شاء فعل يا باشا، والله هم اللي خسرانين. عموما معالي الوزير الجديد كفء وتاريخه مشرف ويستاهل. حضرتك اللي قلبك كبير ومتواضع. ربنا يقدره على الحمل الكبير اللي هو مكلف بيه. مهما حصل الوزارة كلها عارفة قيمة حضرتك وأهمية وضعك لمؤسسة الأمن كلها. ما تنساش تبعت بوكيه ورد كبير باسمي لمعالي الوزير الجديد. تحت أمرك يا باشا. أي أمر تانية؟ شكر يا ابني. أستأذن حضرتك. الو. ايوه سامي. لا لا ما فيش حاجه الحمد لله، كويس ما فيش حاجه. بفكر ان انا ارجع بدري النهارده. طيب انا هتحرك دلوقتي، نتقابل في البيت. مع السلامه. مع السلامه. يا سلام يا سلام يا سلام. وانا اقول التليفون بيرقص ليه يا مزه؟ عامل ايه يا اجمل زوزو في الدنيا؟ ايه يا حبيبتي؟ ايه يا مزه المزز كلها؟ ايه؟ بامي باللحمه الضاني؟ انت جامده قوي يا زوزو، ايه الحلاوه دي؟ لا 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 اصل النهارده طالبه معايا حاجه ارديحي قوي. فول بالطماطم، 3 عيون بيض كده مكحرتين 100 100. الحاجات الورديحه دي نفسي جاي عليها قوي يا زوزو والله. معلش بقى يا هرمون. مش شاكرين قوي يا باشا. ثواني يا هانم. يا هانم احنا دايما في الخدمه. السلام عليكم. سلام. معاك يا معلم. بقول لك ايه؟ فاكر الخيمه الرمضانيه اللي كانت معموله في النادي عندنا السنه اللي فاتت؟ تقدر تعرف لي الشركه اللي كانت منظمها؟ لا يا عم انا بتكلم على اللي عاملين الديكور وجايبين البياعين بتوع الاريسوس والفول والكلام ده. اهو انت كده ما حدش يستفيد منك بحاجه يا عم. ايوه ماشي هكلم راضي يا عم. يلا سلام. صباح الخير يا مهندسين. صباح النور. صباح النور يا باشمهندس. على فكره باشمهندس كامل سال عليك من شويه. لا بدري قوي الكلام ده. احنا جينا لقيناه والله.
اوكي. صباح الخير يا بدورتي. صباح الفل يا باشمهندس. حياتك الحقني بال حالا هجيب لك عند الباشمهندس. لا لا خليه على مكتبي. حاضر. سي صباح الخير. صباح النور. متأخرة. سوري. أنا ممكن أروح عادي. لا لا لا، على إيه؟ خلينا حلوين مع بعض. تعالي. كنت عاوز أسألك على فيلة العنصرية. الراجل كلمني على الصبح وكل دماغي. متعصب أوي. هو اللي مصمم يشوف الشغل متشطب وإحنا لسه بنركب أرضيات. طب ما هو كده معاه حق. احنا متاخرين؟ لا يا بص احنا مش متاخرين، راجع التايم تيبل كويس، احنا وقفنا 4 ايام بس وقت الاجازه الطويله اللي فاتت، يعني بقى يهدى علينا كده ويستنى الشغل لما يخلص كمان 3 ايام، وبعدين هو ليه مصمم ينسى ان كونستراكشن الارضيات بتاعت الدور الثاني كانت اصلا بايظه واخدت مننا شغل 12 يوم. هندسه ايه؟ ما تزقش. الله بس اتكلم يا جماعه. مزعق. ماشي. طب الرسومات بتاعت واجهه مياده اخبارها ايه؟ وائل قاعد عليها من امبارح. عاوز ابقى اشوفها. اديني 5 دقايق بس راجعها معاها نتيجتي تشوفها. على فكره وائل ده كويس قوي، ركز. طب كويس. وانت كمان ركزه حبتين زياده. هو ده مضايقك؟ انا ما يضايقنيش بس حاسس ان ممكن يضايقك. تركيزي مش مضايقني خالص. انا مش قصدي انه يضايقك بس يعني هو ممكن يخليكي شويه وان تراك مايندد، يعني مش قادرة ولا تحسي ولا تسمعي بأي حاجة من اللي بيحصل حواليكي حتى ولو كانت كويسة. طبعا أفكر في الحكاية الملحوظة دي. مش كده؟ أروح أراجع رسومات ولا كتير. يلا باي. استنيكي. فريسكا خمسة كتير. ايه هو الراجل هيعدي كل يوم؟ هات 10 يا عم. اقول لك سلم واتكل على الله. اتكل على الله. اتفضل يا باشا. فريسكا يا باشا كتير. ايه ده احنا هناكل فريسكا من الصبح. انت شايف يعني؟ القمر شايف. لا على فكره بس انت صح. استنى انت على خليل بيت عادي. يلا اتفضل. اتفضل يا باشا. الفيلم مش بيبقى زي الرواية، دايما الرواية بتبقى أحلى بكتير. باتريك زوسكن بيخليكي تشمي ريحة المكان، روحه. مثلا في الفيلم البطل عشان ياخد قرار انه يقطع رحلته ويمشي في الغابة لحد ما يوصل للجبل ما بياخدش على الشاشة ثواني، بيجيبهولك وهو مبسوط، ملامحه بقت مرتاحة وابتسم وبس. في الرواية بيوصفلك اللي بيحصل جواه في صفحتين كاملين، بيوصلك ازاي ريحة كل ورقة شجر أثرت في روحه، ازاي وجوده في الغابة دي خلته يحس بروحه هو شخصيا، لدرجة انه قرر ينسى حلمه ويفضل يمشي في الغابة لحد ما يلاقي المكان اللي تقريبا مفيهوش اي ارواح غيره، منه للسماء. دايما الفيلم اللي بيتاخد عن رواية قوية بيبقى أضعف، لازم يبقى أضعف. على فكرة انت كان لازم تطلع صوت. اشمعنى؟ عشان انت رقدت لهم رحت عامل الخطة بتاعتك ورايح لافف من ورا الكراسي عشان محدش يشوفك. وحتى لما كنت الظابط كنت برضه هدكهم في الآخر.
انا بس عملت كده عشان بصراحه يعني خفت اخش اضربهم وانت في وسطيهم حد ياذيكي ولا حاجه. طب انا ممكن اسالك سؤال؟ اسال يا عمر. لو ده حصل دلوقتي حد ياخد الفريسكه بتاعتك؟ يوه بطل هزار بقى يا عمر. خلاص ايه اللي يحصل يعني؟ يعني لو حد تعرض لي عادي. عادي؟ اه عادي جدا، يموت او على الاقل ما يروحش. هي الاوض في المستشفيات اتعملت ليه يعني؟ بحب ايه يا عمر؟ انت ما سمعتنيش؟ لا ما خدتش بالي، كنت بتقولي حاجه؟ اه كنت بقول حاجه بس بتتقال مره واحده بس. طب خلاص انا بصراحه سمعتها بس عايز اسمعها تاني. بحب ايه؟ بدور على اي حاجه تعبر عن اللي فيا ده. اصل كلمه بحبك دي اقل بكتير من اللي جوايا بصراحه. طب يا سيدي ما تعتبرها علامه وتقولها خلاص. بموت فيكي. بتموت فيا بس؟ لا طبعا. ده انا هوريكي كل حاجه دلوقتي وقدام الناس كلها. ايه في ايه؟ مش انت اللي عامله وحش؟ عاوز تعمل ايه؟ يا جريء يا متوحش. عمر ما قلت ليش عجبتك اللوحات الجديدة؟ تحفة طبعا، بالذات اللوحة اللي كل ما اشقلبها كده ما فهمش حاجة رجعها تاني برضه ما فهمش حاجة. انت ايه رأيك في الفريسكا؟ العيال دول بتوع الموتوسيكلات انا بيعملوا لي رعب. سواقتهم عاملة زي سواقة الدبان. بس 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 ماشيين ازاي؟ عمر والنبي خلي بالك. ما تقلقيش يا حبيبتي، خليها على الله. يا ولاد الكهان، فريدة هطلب منك طلب غريب شوية. قول يا حبيبي في ايه؟ ممكن تنزلي يا حبيبتي؟ ايه؟ معلش انزلي اركبي تاكسي انا حصلت على طول. مش فاهمة حاجة. قد كام مخلص؟ بتعملوا ايه؟ اثبت يا انا. Thank you.
ايه لوحدك؟ يوما مش عند الله على السلامة. خف على عم بيجي الله لا يسيئك احسن، هي مطبلة مطبلة ومش ناقصة قرص عطارة. في حاجة في الشغل ولا ايه؟ لا. من عمها بقى؟ نط في حجر الحكومة. يبقى مات. اتمسك. برضه يبقى مات. عايز اقابل الكبير. ايده مشغولة. يا جدع بقول لك عايز اقابل الكبير، الواد اتمسك. الكبير مالهوش كلام غير اللي بقوله لك، واللي بيتمسك بيموت. اقعد انت بس. حلو الحتة دي. مش كده برضك؟ أو النبي. دي بقى عطية من عطاء الكبير لما بيحن علينا. ربنا خلولنا. وما أقولكش بقى يا زميلي، بتسرح في غميق العميق. أبدا. أموت أنا. إيه ده؟ مفيش دم. صداع وبؤبؤ. عركة ورجالة. ومفيش دم. الايد اللي تمسك هدية امريكاني وتفرط فيها تتقطع. لا ابو سيدة جايبين بلاش افضل ايد اصدر لك وش عدا ما تعمل اللي انت عايزه. ابو سيدة جايبين سالك سيد الناس. سمي وخلص. بلاش انا كبير. ترفض الامر؟ معاش ولا كان اللي يرفض الامر كبير. بس بلاش انا. ايدي بترعش. خايف اجلي. يبقى رزق. ومكتوب له يعيش بايده. ما هو ممكن يا سيد الناس بدل ما تجلي بره تجلي جوه وتحف. يبقى نصيب. هو دراع له قيمة من غير ايد. خلص ورانا مصالح. قطع الايد يحب الخفية يا غالي. سامحني يا غالي. اسمه ايه الظابط ده؟ معرفش. طب خدوه عن اسم. معرفش انا كنت بهرب. يعني ايه بتهرب يا ساتر؟ كنت بهرب. كان هيضرب عليها نار سيد الناس. ابو رملة. امرك يا كبير. من عموان. عرفت. طب ايه؟ استنى الامر يا كبير. وانا امرت. يبقى تامر الرجاله تفحر قبره. مش معروف له سكه. اعتبره تعرف. طب سامي. ومرتاح انت يا سالك. مبروك عليك الخنجر.
راضي؟ ايه يا عمر بيه؟ أكلت؟ لا لسه. تاكل كبدة راضي؟ اللي تشوفه يا عمر بيه. جربت قبل كده كبة البني آدمين؟ بيقولوا حلوة أوي يا أخي. ما تيجي نجرب. مش فاهم يا باشا. عادي، أي عسكري من اللي بره ياخد الواد الشقي ده يجيب لنا الكبدة بتاعته وبعتها لسلامة يظبطها وتيجي. تحبها بالبقسماط ولا تحبها اسكندراني؟ يا باشا اكتم يالا. والله يا باشا اللي تشوفه. أنا عن نفسي عايزها بالبقسماط، أصلها محسوبة يا راضي. عايز تهرب وتضرب نار وتهوش عادي، بنشوفه كل يوم في شغلنا. لكن تجريني وراك على الموتوسيكل وتكمل رغم اني ماسكك، عايز تسحلني؟ عقوبتها ايه دي يا راضي؟ قومه. آمنة، المخدرات دي تخص مين يا منعم؟ على فكرة أنا نفسي قصير قوي، واللي أنت عملته معايا ده مش قليل، حسابه تقيل أكتر مما تتخيل، سواء هنا معايا أو في النيابة أو في المحكمة، وكده كده أنت هتتكلم، فأحسن لك تنجد نفسك وتتكلم، عشان لو اتكلمت بعد ما تتعبني هزعلك. لكن لو ريحتني بقى اعديها لك. هنسى يا عم كل اللي انت عملته معايا. ها تخص مين؟ مركاتي. ايه يا عسكري، شوف لي مين على سطح العماره دي بسرعه. دولات الكلب حرق عبد الله. تمام يا باشا. بيموت يا باشا. البضاعه دي تخص مين يالا؟ يا ده انت بتموت يالا، انت يالا مركاني وراها يا راضي. خلي كل المتهمين الحجز.